وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الله الله أكبر عليك. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما شاء الله، ده المفروض قريبك يفتخر بيكي ويشيلك فوق دماغه ويجري بيكي في كل حتة، يا أميرة يا عسكري يا معجزة عيلة العسكري بالكامل. إيه ده الجمال ده؟ ما شاء الله، 10 سنين 10 سنين يا جماعة. وبتقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. حاجة يعني يا جماعة، ما شاء الله تبارك الرحمن عليها. بقول لك إيه عاملة إيه؟ أخبارك إيه؟ ممكن نسألك سؤال في القرآن؟ إيه حضرتك لو سمحت؟ فين؟ ربنا يخليك. في إيه حضرتك؟ مفيش حاجة والله. طب حضرتك فين؟ أنت بتوقفها ليه طيب؟ ما بوقفش بقى، بسألها بس سؤال في القرآن. حضرتك إحنا اللي بتوع السوشيال، بعد إذنك أهو في التصوير ده، بعد إذنك يا باشا أهو في التصوير. أنت اللي بتوع السوشيال ميديا ولا الكلام الفاضي ده بعد إذنك يعني؟ استنى بس هفهمك، انت احنا بنصور قران. حضرتك احنا ناس لنا في السوشيال ميديا ولا الكلام الفاضي بتاع؟ عم استنى بس هفهمك يا ريس، السوشيال ميديا ما هوش كله وحش، احنا في موجود خير حلو وموجود وحش، احنا بنصور في القران الكريم بس، يعني احنا صفحتنا على اليوتيوب موجوده قران كريم بس. انت فهمت الموضوع غلط خالص. طب حضرتك كنت اسالك وقفها ملهاش لازمه يعني. يعني انا ماشي غصب عني، انا بس ما وقفتهاش، انا بقول لك بعد اذنك انا اسالك سؤال في القران، لقيتك دخلت مره واحده. بس بعد اذنك احنا هنسالها سؤال في القران، احنا صفحه بنقدم قران بس مش اكتر. طب اتفضل انا هسمع حضرتك، بس احنا ما تاخرناش عشان احنا عندنا فرح دلوقتي. دلوقتي بقى عايزين نسالك سؤال جميل جدا في القران. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. سورة إيه بقى؟ كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق. سورة إيه؟ نهار أبيض، لو ما تعرفيهاش يا أميرة هتبقى مشكلة، شكلك مش حافظة قرآن ولا صوتك حلو أصلا في الإنشاد، فاحنا كده هنروح لقريبك نقول له خلاص اتوكل على الله. سورة ايه؟ طب هسهلها لك. طيب شكلك الموضوع عندك صعب. لا اقسم بيوم القيامه. سورة ايه؟ القيامه. حافظه لحد سورة الكهف ازاي يا اميره؟ اميره صدمتني يا جدعان، شكل صوتها مش حلو. صوتك حلو ولا لا؟ الحمد لله. اوعي يطلع صوتك مش حلو كمان، مش حافظه ومش حلو. الحمد لله. اوعي تقولي. طب نشوفه بقى، اوعي تصدمي الناس. يلا خدي بقى، سمعينا حاجه. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. الله الله أكبر عليك. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما شاء الله، ده المفروض قريبك يفتخر بيكي ويشيلك فوق دماغه ويجري بيكي في كل حتة، يا أميرة يا عسكري يا معجزة عيلة العسكري بالكامل. إيه ده الجمال ده؟ ما شاء الله، 10 سنين 10 سنين يا جماعة. وبتقول وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. حاجة يعني يا جماعة، ما شاء الله تبارك الرحمن عليها. أنا متأكد إن كل الناس فخورة بيك يا أميرة. أنت تعرفي إن أنت صوتك جميل جدا كده، وعندك صفحة على الفيس. طيب يا جماعة احنا لازم يا جماعة نطلعها ترند يا جماعة، دي لو ما طلعتش ترند مين اللي هيطلع بجد والله؟ على الاقل عشان خاطر ان راضي قريبها اللي كان زعلان مننا ده يا جماعه، لازم تطلع ترند تكسر الدنيا والله. هتسمعينا ايه تاني؟ قد افلح من زكاها وقد
اكبر عليك يا شيخه، ايه الحلاوه دي؟ ربنا يبارك في 10 سنين. انت متاكده ولا بتضحكي عليا؟ لا 10. يحلفي بالله 10 سنين؟ اه والله. قولي والله العظيم 10 سنين. والله 10 سنين، بس لما تم شهر 4 كملت. ما شاء الله عليكي، ما شاء الله. مش عايزه تكذب يا جماعه، هي بتقول لك لما اوصل شهر 4، احنا النهارده في شهر 8 لسه وداخلين على 9، يعني ما شاء الله مش عايزه تكذب. هي دي اخلاق القران يا جماعه. السيده عائشه لما سئلت على اخلاق القران قالت كان قرانا يمشي على الارض. ما شاء الله تبارك الرحمن عليها. سمعين ايه تاني بقى يا اميره؟ وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحميد. صدق الله العظيم. انا مش عايز اسمع حاجه بعدها تاني، انا مش عايز اسمع حاجه بعد الجمال ده تاني والله العظيم. ربنا يبارك فيكي يا اميره يا عسكري يا ترند الترندات. ما شاء الله عليك يا ترند. انت ترند ايه بقى؟ ترند مكسوفه تقول ترند الترندات. تواضع، من تواضع لله رفعه. ما شاء الله مكسوفه تقولها، فواجب علينا ان احنا نطلعوها يا جدعان. ترند الترندات شفتوها، قالت وهدوا الى الطيب الزاويه، عندها 10 سنين يا جدعان. هنختم بايه بقى؟ اختاري حاجه نختم بيها. وقال فرعون ذروني اقتل موسى وليدع ربه اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. وقال موسى اني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. بارك الله فيك وفي والديك، وانا كنت مبسوط اكتر انبساط في الدنيا اللي انت كنت موجوده معايا النهارده. اميره العسكري يا جدعان، ترند الترندات والله، متواضعه يا جدعان، عندها 10 سنين ملاك. انا واقف مع ملاك ما شاء الله، ربنا يجعل بناتنا كلها شبهك. انت ايه امنيتك في الحياه؟ يعني تتمني ايه بعد الصوت الرهيب اللي انت بيخترق القلب؟ اخترقت قلبي يا جماعه. تتمني ايه؟ اتمنى الفيديو ده يجي في ترند اول ما ينزل يعني ان شاء الله، يعني باذن الله. واتمنى ان كلكم تدعموني. يا نهار ابيض يا جدعان، تخيل حامله لكتاب الله، طفله عندها 10 سنين، انت بتعدي الفيديو بتاعها كانك ما شفته خالص. ازاي ده؟ هي طلبها الوحيد ان هي الناس كلها تسمع صوتها وابوها وامها يفرحوا بيها وياخدوا ثواب وانت تاخد ثواب. يا جماعه لازم نطلع اميره العسكري ترند الترندات، ترند النهارده تيك توك فيسبوك يوتيوب. الموضوع منتهى يا جماعه، ده واجب علينا. اشوف وشكم بخير مع اميره العسكري وهي جايبه 1,000,000 لايك ان شاء الله. بإذن الله.